المشكله مالته هو ما تعرضه، ما تعرضه شوف البطن مالته كبيره شوف، ويبقى نتوجه لفحص التفصيلي بكل تفاصيل جسمه. من النظرة الأولى نتذكر الحب، من النظرة الأولى love at first sight، يعني ندور على ركود وريدي، على إشكالات، تورمات، خزب، عندها كرش، شلون واحد عنده كرش شوف مبين عندها كرش، يعني صاير عندها تمدد بالجهاز الهضمي أكثر. نشوف مدى صلاحية الجهاز التنفسي، فهو نسوي inducing cup. Clear? Yes, understand? Yes, sure? Sure, sure. Very good. Thank you. اليوم نتفاجئ بحالة سريرية استدعينا لأجلها، لأنه تم عرضها على كثير من الأخوان وفحصوها وما وصلوا إلى نتيجة، فقرروا أن يستدعونا لأن نفحصها ونعطي التشخيص السريري لهذه الحالة، وهو فلو يعاني من تضخم بالبطن لكن جسمه العام ضعيف، وعلى أساس رشيق لم نراه لحد الآن. راح احنا نتوجه عليه حتى نفحص فحص تفصيلي كلينيكي دقيق لنتعرف أو لنقترب من تشخيصه السريري، وبعد ذلك نجري التشخيصات المختبرية إلى أن نصل إلى النتيجة النهائية ثم العلاج المناسب لهذا المهم. هذا الفلو اللي مصاب المهر، هذا المهر اللي تحدثنا عنه ان عنده مشكله في المقبل مالته، او من النظره الاولى نتذكر الحب، من النظره الاولى love at first sight. شوف الجماليه وشوف النجمه الحلوه على جبهته وشوف شكله، لكن للاسف المشكله مالته هو ما تعرضه شوف البطن مالته كبيره شوف، ويمكن شفنا البطن الكبيرة مع الوجود أو ظهور أو بروز الأضلاع، فهي مشكلة هذا الحجم فعلا. لو نلاحظ أنه نسبيا نشوف البطن حجمها أكبر من الجسم، لذلك لازم أكو فرد خلل. فهنا من داخل من نريد نفحص، راح نفحص عن كل الأمور التفصيلية من الناحية السريرية وصولا إلى التشخيص، فراح نتوجه لفحص التفصيلي بكل تفاصيل جسمه حتى نصل أو نتقرب من التشخيص السريري. وأول ما نبدأ بالعين، ماذا نبحث في العين؟ أولا نطالع على الأغشية المخاطية للعين حتى نشوف اذا اكو لون. شوف هسه اللون واضح، اذا يطلع اللون واضح بنوع من الشحوب، بنوع من الشحوب قريب الى الطبيعي لكن به نوع من الشحوب. فلنتاكد من هذا الموضوع نروح الى الشفه نرفعها ونشوف هذا اللي يسموه الريفلينج تايم، حتى نضغط على اللثه ونشوف عودة الدم. شوف شوية ببطء بعودة الدم، شوف ببطء بعودة الدم الريفلينج، يعني عنده فرد خلل معين يخلي الدم ما يرجع بشكل طبيعي. نشوف مدى صلاحية الجهاز التنفسي، فهو
نسوي انديوسين كاف ونشوفها اذا استمر في القحة. هذه إشارة إلى أنه عنده مشكلة بالجهاز التنفسي وتكون قريبا، هي يسموها البرونكايتس، التهاب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي. لنشوفها يقح، راح نخليه يقح، نخليه يقح وشوف إذا استمر بالقح. لازم هو ينقطع قحة واحدة اثنين ثلاثة، لكن استمر فمعناها أكو عنده مشكلة بالجهاز التنفسي وخاصة الجزء العلوي من الجهاز التنفسي. نتوجه الى ان نشوف هل الميتابوليزم او فقدان السوائل او الكهارل اللي هي الالكترولايت الموجوده به، وهل انه تغذيته سليمه، ونشوف نسبه الجفاف به، فنقيس نسبه الجفاف بهذه الطريقه ونسحب فولد طيه من الجلد ونتركها. شوف يعني رجعت الى طبيعتها بالشكل الطبيعي، يعني ما عنده مشكلة في الجفاف الا القليل جدا. نتوجه على فحص البطن وشوف شلون تناسقها مع الجسم، وكان عندها كرش. شلون واحد عنده كرش؟ شوف مبين عندها كرش، يعني صاير عندها تمدد بالجهاز الهضمي أكثر من الطبيعي، فلذلك يجب أن يتوجه إلى منطقة الخاصرة اللي هي هاي مكان الخاصرة عنده اللي هي البلانك ريجين، ونتحسس أكو تحتها أمعاء مباشرة، أكو جيرغلينج ساوند، غازات نسمعها بها تجمع غازي أو بها تجمع غذائي. نحاول بواسطة الجس. الآن نتوجه نشوف هل أكو تورمات swelling، يعني ندور على ركود وريدي، على إشكالات تورمات خزب، فنبحث بالصدر ونشوف ماكو أي سوائل، تجمع سوائل أو بالأطراف، لأننا قد نشك بوجود طفيليات الدم اللي بيها ندور على الانكلوجن بودي، ولكن الحمد لله الصحة العامة سليمة. فإذا من الناحية الكلينيكية الآن توصلنا إلى وجود ديستنشن وتجمع سوائل في الجهاز الهضمي، فإحنا ايش راح نسوي؟ نبدأ من الخطوة الأولى بالشك بوجود هذه السوائل والمواد الغذائية اللي تتأخر بعض الشيء في داخل الجهاز الهضمي وسببت لنا هذا التمدد. فراح نتعامل وياه على أساس معالجة الأعراض، نتخلص، نحاول نتخلص من تلك السوائل، وبنفس الوقت نحاول نعطيه نظام غذائي فقط ليكفيه، ما نعطي أكثر من كمية اللي هو يحتاجها ويستهلكها لحركته وديمومة حياته، حتى نشوف تأثيرها عليه وشلون راح يحتاج يهيئ الجهاز الهضمي لمنع هذه التجمعات وامتصاص هذه المادة بأكبر نسبة معينة ليستفيد منها ونقلل من هذا الحجم او من هذا الكرش. زائدا الرياضه، نعطي رياضه خاصه المشي لفترات 15 الى 20 دقيقه مشي، او نفتحها بالمضمار حتى نحاول ان كانت ترسبات شحميه او دهون في داخل او حول الامعاء راح نذوبها حتى نصغر من هذا الحجم، ومستقبلا ارى هذا المهر جيد ومناسب وان شاء الله نتعب عليه ونصل به الى نتيجه. يعطي كيلو صبح كيلو مساء، كيلو صبح
هذا ممنوع. هذا كيلو كيلو، كل وجبة كيلو. وبعدين تعطي حشيش أو برسيم طازج أخضر في عندكم، ها تعطي فقط. نعيد، هذا الهي، هذا التبن، هذا ممنوع. هذا يعطي الصبح كيلو، بالمساء كيلو، أثناء النهار بيعطي حشيش أخضر، وقت الاستراحة يطلعه تطلعوا رياضة. نحن هنا اليوم في هذا الصبل الرائع، وقمنا بفحص الفلو والاطلاع عليه تفصيلا، ابتداء من فحص عام ونظرة عامة شاملة، وشفنا جماليته وأصالته من الجانب الشكلي الخارجي الفينوتايب، ولكن لاحظنا فعلا وجود تضخم بالبطن، صار عنده كرش، لكن جسم الباقي متناسق ويميل إلى الضعف. فحاولنا أن نفحص أول مرة سريريا شنو الموجود بالعينين، وراح نعرف إذا أكو هناك رقان أو أكو هناك فقر دم أو أكو التهابات أخرى. وكذلك رحنا إلى فحص عام على الفم وعلى القم اللي هي اللثة، نبحث عن الريفلينج تايم، نضغط ونشوف هل عودة الدم طبيعية إلى الأوعية الدموية الشعرية أو لا، وفعلا شفناها بها تباطؤ وتأخر بالعودة إلى وضعها الطبيعي. كذلك فحصنا منطقة البطن ونشوف بالجس شنو الموجود في البطن وشنو الموجود في منطقة الخاصرة الفلانك ريجن، إذا أكو هناك أشياء عجينية أو الأمعاء يعني بها صلابة أو شيء، ما شفنا شيء يذكر. فحصنا إذا أكو تورمات خشية من وجود مرض في طفيليات الدم اللي تسبب ركود وريدي في الأطراف، ولذلك فحصنا الخروج عينيا وحتى البحث عن وجود رمل أو طفيليات أو غيرها، أو الكونسيستنسي تكوينته وتركيبة الفيسز الروث، شبه لاحظناه شبه طبيعي. فبعد ذلك احنا راح شو نسوي، نرسل عينة من هذا الفيسز هذا الروث إلى المختبر للتشخيص التأكيدي، وكذلك طبعا راح ناخذ دم ونحلله ونشوف شنو الموجود بالدم، يعطينا فد انديكيتر لوجود اي مشكله. ولكن كل هذا الكلام، الخلاصه وصلنا الى ان الاحتمالات التاليه: احتمال تمدد بالجهاز الهضمي بالامعاء، وخصوصا نتيجه الهي اللي يعطوه نوع التبن، لذلك احنا اعطيناهم اقتراح بمنع التبن كليا واعطاء يوميا كيلو مركز صباحا وكيلو مساء، مع هذه الفترات نعطي الحشيش الطازج الأخضر حتى هم نغذي وهم نلهي بهذه المواد لحين خروج النتائج التحليل والوصول إلى النتيجة. الاحتمال الثاني ترسبات دهنية نتيجة الأكل الإضافي أو نتيجة الأكل الحجمي البلك، يصير يكبر وبدون أن يروح للعضلات أو بناء للجسم. فإحنا فكرنا بزيادة البروتين حتى نبني الجسم ونقلل من هذه. مضاف إلى ذلك اعطيناه رياضة، هذه الرياضة ذوب أي دهون أو أي احتمال دهون مترسبة بالثرب اللي هي حول الجهاز الهضمي داخل البطن، وننتظر النتيجة إن شاء الله بعد التشخيص التأكيدي، ونبدأ بالعلاج وسنعلمكم الخطوات العلاج، ونصوره بعد أن نعالجه ونشوفه إذا تحسن أو لا.